mhm mm بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله الامين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الصادقين الاكرمين ومن اهتدى بهديهم اجمعين اما بعد السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما يعلمنا وان يزيدنا علما اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واهدنا سبيل الراشدين واقمنا فيما ترضى ونسالك التوفيق فيما اقمتنا فيه يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها نتحدث اليوم بعون من الله تبارك وتعالى عن موضوع وضعنا له عنوانا مناسبا اعرف نفسك ايها الانسان من انت ايها الانسان؟ ما قدرك عند الله؟ ما مكانتك في اراده الله تبارك وتعالى؟ ان الله عز وجل خلق الانسان في احسن تقويم وجعله في صيروره من الخلق دائمه فان الله تبارك وتعالى دائم اللطف بالانسان ودائم الخلق للانسان من طور الى طور والله سبحانه وتعالى خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون وخلق الجان من نار السموم وخلق الملائكه من نور واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه واذ قال ربك اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فوجود الانسان كان اول ما كان في علم الله تبارك وتعالى ثم انتقل الى وجود في جنات النعيم وهذا هو الموطن الذي اراده الله عز وجل للانسان على شرط وضعه على ابينا ادم ان لا ياكل من الشجره فلما اكل من الشجره نقض العهد ونقض الشرط فانزلنا الله تبارك وتعالى الى الى الارض من اجل الاختبار والامتحان فمن نجح في هذا الامتحان فانه يعود الى موطنه الاصلي الذي تعشقه جميع نفوس بني ادم انها جنات عدن انها الفردوس الاعلى ومن ثم انزلنا الله عز وجل انزل ذريه ادم عليه السلام الى الارض من اجل الامتحان ومن اجل الاختبار الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا والانسان جعله الله عز وجل سيد المخلوقات في هذا الكون وهو يتميز بثلاثه اقطاب اساسيه لا توجد الا في الانسان فله القطب الوجودي وله القطب التكويني وله القطب المعرفي. يتميز الانسان بالقطب الوجودي اي ان جميع المخلوقات ترنو الى الاقتراب من الانسان وان تكون لها علاقه معه بل ان هذه المخلوقات لا تكون لها قيمه. الا بقربها من الانسان وتنزل وتنحط قيمتها ببعدها عن الانسان تاملوا في الملائكه نالوا هذه الحظوه عند الله تبارك وتعالى لانهم سجدوا لادم وكانوا خادمين لبني ادم ويرسل عليكم حفظا وكان كبار الملائكه على درجه عاليه من المكانه لقربهم من ساده الخلق وهم الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام في المقابل كان مصير الشياطين اللعنه والطرد من رحمه الله لانهم رفضوا القرب ورفضوا السجود لادم عليه السلام ومن ثم جميع المخلوقات تاخذ مكانتها ودرجتها وقدرها وقيمتها بمقدار قربها من الانسان. وهذا ما يسمى بالقطب الوجودي، اما القطب التكويني فان الانسان يشترك مع الكون في الماء وفي التراب في الخلق ولكنه يتميز عن سائر المخلوقات كلها، يتميز ان الله نفخ فيه من روحه فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ولم نسمع ان هناك مخلوقات اخرى نفخ الله عز وجل فيها من روحه وهذه الروح هي نسبه تشريف الى الله تبارك وتعالى ثم يتميز الانسان بالقطب المعرفي فان الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع ان ينقل العالم الخارجي الى عالمه الداخلي عن طريق التصور والعلم والفكر فالانسان يستطيع ان يتصور المدينه قبل ان يبنيها ويتصور العماره قبل ان يشيدها ويتصور الطب قبل ان يمارسه ويتصور جميع ما في الخلق جميع القوانين الفيزيائيه والفضائيه والفلكيه والكيميائيه وجميع القوانين يتصورها في عالمه الداخلي يستطيع الانسان ان ينقل العالم الخارجي العالم الكبير الى عالمه الداخلي ومن ثم قال العلماء ان الانسان هو نسخه ثانيه من الكون ولكنه نسخة متميزة ومتعالية بالروح التي أودعها الله عز وجل في الإنسان عبر عن ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قال وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، الانسان زوده الله عز وجل بالمهمه الوجوديه وهي الخلافه في الارض بالحق وبالرحمه وبالتسخير، ومن ثم قال: اني جاعل في الارض خليفه، اي انه مزود بجميع القدرات التي تؤهله من اجل ان يكون خليفه في الارض على مراد الله تبارك وتعالى، واذا نظرنا الى خلق الانسان وجدنا انه في باطنه مكون من اربعه امور وفي ظاهره مكون من سبعه امور، اما في الباطن فان الله تبارك وتعالى خلق في الانسان جنود الله فيه، خلق فيه العقل وخلق فيه القلب وخلق فيه الروح وخلق في مقابل هذه الجنود النفس وامرنا ان نجاهد انفسنا. واما في الظاهر فان الانسان مكون من الكواسب السبعه وهي التي بها يكسب الحسنات ويكسب السيئات وهي التي قال عنها نبينا صلى الله عليه واله وسلم من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه اضمن له الجنه، من يضمن لسانه وبصره وسمعه، من يضمن يديه ورجليه وبطنه وفرجه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم يضمن له الجنه، يضمنها عندما عندما يجعلها في مرضاه الله تبارك وتعالى يضمنها عندما يجاهد نفسه يضمنها عندما يعمر قلبه يضمنها عندما يملا عقله بالعلم النافع يضمنها عندما يقوي مدد روحه التي اودعها الله عز وجل فيه فهذا هو قدر الانسان عند الله تبارك وتعالى هذا هو مكانه الانسان ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فلنعرف مكانتنا عند الله ولنعرف قدرنا عند الله عز وجل ولنقبل على العمل الذي يبيض وجوهنا غدا عندما نلقى الله عز وجل ولنعلم اننا نتعامل مع رب كريم مع رب رحيم رحمن مع رب عليم مع رب حكيم مع رب يحب خلقه ينبغي ان نبادله بهذا الحب ونبادله بهذه الطاعه ونبادله بالعباده فهذا الذي ينبغي ان نفهمه خلاصه هذه المداخله خلاصتها ان الانسان قدره جميل عند الله، ان الانسان مكانته عظيمه عند الله، فلنحافظ على هذه المكانه ويمكن ان نرجع الى مراجع توضح هذه المعاني التي كنا نتحدث عنها نرجع الى الامام الاجري في كتابه اخلاق في كتابه الشريعه ونرجع الى الكتاب. الأصفهاني الذريعة إلى مكارم الشريعة ونرجع كذلك إلى كتاب الأستاذ عبد المجيد النجار وهو يتحدث عن الشهود الحضاري والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته